وسلم وأمير المؤمنين والأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، أن نأخذ من سيرتهم الدروس والعبر، أن نطبق أحاديثهم، أن ندرس سيرتهم، أن نأخذهم قدوة وأسوة لنا في كل تفاصيل حياتنا. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لزيارة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه في دار الدنيا، وأن يرزقنا في الآخرة شفاعته، وأن يحشرنا معه سلام الله تعالى عليه. جزيل الشكر لك سماحة الشيخ بسام العتاوي، وعظم الله لك إن شاء الله، عظم أجوركم الله تعالى.